السلام عليكم. شركة ريلمي أعلنت رسميا عن هاتفها القادم الريلمي 3i، واللي هيكون هاتف فئة متوسطة. الشاشة بتكون IPS LCD بقياس 6.22 بوصة بدقة HD Plus 1520x720 بكسل بكثافة بكسلات 271 بكسل لكل بوصة. والشاشة عليها حماية من كورنين جوريلا الجيل الثالث، ونسبة استحواذ الشاشة بالنسبة للواجهة حوالي 88%. وزن الهاتف بيكون 175 جرام. المعالج بيكون ميديا تك هيليو B60 بتقنية 12 نانومتر، ومعالج رسوميات بيكون مالي G72 MP3. الرامات بتكون إما 3 أو 4، والمساحة الداخلية بتكون إما 32 أو 64، وممكن تركيب كارت ميموري لحد 256. أما بالنسبة للكاميرات، فالهاتف بيجي بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والتانية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 للديب سنسور. والكاميرات بتدعم النايت سكيب والكروما بوست، وبتصور فيديوهات 1080x30 إطار. وبالنسبة للكاميرا السيلفي، فبتيجي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، تدعم الـ HDR، وبتصور فيديو 1080x30 إطار. أما بالنسبة للبطارية، فبتيجي بسعة 4230 ملي أمبير، ومنفذ الشحن بيكون مايكرو USB. والهاتف فيه جاك 3.5 ملي وفيه راديو FM، وبيدعم تركيب كارت ميموري وشريحتين التلاتة مع بعض، والبصمة بتكون بصمة أصابع خلفية. أما بالنسبة لسعر الهاتف، فالهاتف هينزل بنسختين 3.32، ودي هيكون سعرها بحوالي 117 دولار، و4.64، ودي هيكون سعرها بحوالي 146 دولار. وهيبدأ بيع الهاتف بدءا من يوم 23/7 اللي جاي. ده كان كل حاجة الفيديو النهاردة. ياريت لايك وشير للحلقة عشان توصل لأكبر عدد. اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة أول لما تنزل. دعمكم بيفرق في الاستمرارية. ألف شكر على المشاهدة، وأشوفكم فيديوهات تانية إن شاء الله.